جمهورية مقاومة للاحتلال، تأسست عام 1921 وصمدت في وجه المستعمرين الأوروبيين لمدة 5 سنوات، حتى انتهت حرب الريف مع الفرنسيين والأسبان وسقطت باستسلام قائدها عبد الكريم الخطابي. أعلن الوطنيون المغاربة من سكان الشمال ثورتهم على أسبانيا في سبتمبر عام 1921، وسمي محمد عبد الكريم الخطابي أميرا للريف قائدا للجمهورية التي تشكلت رسميا عام 1923، عندما لبت القبائل نداءه واجتمعت على مقاومة المستعمرين، واختارت جمهورية الريف علمها الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء وهلال فوق مساحة بيضاء. سعت الجمهورية الريفية إلى الانضمام إلى عصبة الأمم، لأن مسعاها فشل بسبب سيطرة الدول الاستعمارية على هذه المنظمة الدولية. وقد دشن فشل الجهود الدبلوماسية بداية للمعارك من جديد، ونجح الثوار في تكبيد القوات الأسبانية سلسلة من الهزائم خسر خلالها الأسبان آلافا من جنودهم، مما دفعهم للتنسيق في عملياتهم العسكرية مع فرنسا لتحقيق النصر على أبناء المغرب. وقد شرع الجيشان الفرنسي والأسباني بقيادة المارشال الفرنسي الشهير فيليب بيتان في شن هجوم كبير على أبناء الريف، انتهى بمفاوضات فاشلة حتى وقع الهجوم الأخير في 7 مايو عام 1926. وفي مثل هذا اليوم حسم الفرنسيون والأسبان المعركة بهدر على أبناء الريف. وفي اليوم التالي استسلم المجاهد الكبير عبد الكريم الخطابي، وسقطت بذلك جمهورية الريف، وتم نفي زعيمها إلى جزيرة ريونيون، وانتهى به المطاف في مدينة القاهرة التي توفي فيها عام 1963.